زايد. البداية كانت من زايد، والجود أصله وبدايته من زايد، والعطاء الحقيقي له اسم آخر يسمونه زايد. قدر ما كنا جيل عانى كثير من الصعوبات اللي كانت في البنية التحتية وفي الظروف، في قدر ما أن احنا حظينا بشرف أن نكون أصحاب بدايات تظل البداية هي المحفورة أكثر في الذاكرة. كنا مثلكم قبل الاتحاد، كنا هكذا نمشي ونسير نبى نوصل إلى شيء، ظلينا نمشي في هذا الطريق. هذه الخطوات الداعم لها كان الشيخ زايد، والدليل الآن إحنا مجتمع قيادتنا هي الداعمة، ومن هذا الموقع اللي أنا أتكلم منه من ضمن الأوائل بتكريم من الشيخ محمد بن راشد، أنا أتصور هذا أكبر تكريم للإنسان على هذه الأرض. نحن نتشرف بكم وبالمراكز اللي وصلتوا لها، ولا أريدكم أن تنظروا أقل من رقم واحد، وكلمة مستحيل مش في قاموسنا في دولة الإمارات. كان زايد طيب الله ترى، وكان راشد دائما يسعون للمركز الأول، وخليفة الآن يسعى إلى المركز الأول. إحنا مدعومين ولله الحمد ومحظوظين بقيادة رائعة، القيادة علمتنا إن إحنا مهما عطينا إحنا مقصرين. الآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي إحنا نريدها، وصلنا إليها، كنا وصلنا إليها بصبر، ما وصلنا إليها بالراحة. فعلاً الشيخ زايد ملهم كل الأجيال، فالإنسان أثر، استطاع الشيخ زايد أن يأثر في جيل الآباء وجيلنا، واليوم نشوف تأثير الشيخ زايد حتى في جيل أبنائنا. الشخص اللي رسم في أرض الصحراء دولة الإمارات، والشيء اللي وصلت لدولة الإمارات اليوم، هذا دائماً نقول معجزة، وجوده معجزة. لنا كان الشرف أن يكون الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات، ونحن نكون شعب. الشيخ زايد هو الأول في العطاء، ونحن إن شاء الله نتمنى أن نقدر نعلم عيالنا سيرة الشيخ زايد في العطاء، وأنهم بعد يبذلون ويكونون الأوائل، لأنكم أنتوا تعلمتوا صح، وأنتوا تربيتوا صح، وأنتوا أحسن منا، ولازم تكونون أحسن منا، تكونون أحسن من أبهاتكم ويدودكم. هذا السلاح اللي أنتوا تشلونه عشان المرحلة الجاية، مرحلتكم لازم تكون سهلة، لكن سهلة بالعلم اللي بتعلمونه. أنتم أمامكم خيركم، وأنتم على أرض الخير، وعملوا، لأن العمل هو قيمة الإنسان.